أما وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر فقد قالت إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على 4 اتفاقيات مهمة لدعم المشروعات التنموية في التعليم والصحة والاستثمار في الطفل والشباب والمواطنين بشكل عام. النهاردة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل حصل اتفاق وتوافق على 4 اتفاقيات مهمة. هبتدي بالاتفاقية الأولى، اتفاقية اللي هي التعاون عبر الحدود البحر الأبيض المتوسط، اللي هي منحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 209 مليون يورو، وهي دي بتغطي ال4 سنين القادمين. هي منحة مقدمة لدعم كل المشاريع اللي هي التنموية، سواء بتخص التعليم، بتخص الصحة، بتخص كل يعني القطاعات اللي هي الاستثمار في الشباب، استثمار في الأطفال، استثمار في المواطن المصري. فدي من المنح المهمة اللي بيقدمها الاتحاد الأوروبي لجمهورية مصر العربية.